منشوف مهاجمة أهداف إيرانية وإيران ترد بالطيارات المسيرة، وهنا المفاجأة. أكثر من 200 قطعة نارية بحسب الوصف الإسرائيلي أطلقت من إيران بشكل مباشر باتجاه إسرائيل، والتي تشمل أكثر من 200 طائرة بدون طيار وصاروخ باليستي أو صاروخ دقيق أطلق بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني. مطارات بعض دول العالم بتشهد مرحلة إغلاق وبتوقف الرحلات الجوية من جديد، وهذه الإجراءات ستؤدي إلى حالة من البلبلة والهلع والقلق بين الناس. هي كمان منشوفها لبعدين، مش ضروري هلأ. مش ضروري هلأ. نعم. أعلنت مصر للطيران أنه نظرا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في كل من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة، وذلك لحين إشعار آخر. توقيف الرحلات الجوية من مطار رفيق الحريري الدولي للمرة الثانية. أعلنت وزارة النقل اللبنانية إغلاق الأجواء اللبنانية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية، وذلك بشكل مؤقت واحترازي نظرا للتوترات في المنطقة. سنشهد في المراحل القادمة توتر إيراني إسرائيلي يظهر بقوة إلى الواجهة الإعلامية ويوتر الأجواء الدولية والعربية ويثير القلق لفترة، وستكون الأجواء البحرية في قلب هذا الحدث، لذلك سنراه من الجو خاصة عند إطلاق صواريخ إلى هدف معين. سفارات إنذار وهلع داخل الأراضي الإسرائيلية، وابل من الصواريخ يقع على مناطق متفرقة، ضربات تعتبر غير مسبوقة عقب أيام من الشد والجذب بين إيران وإسرائيل. حسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نفذت طهران هجومها بأكثر من 200 طائرة مسيرة وصواريخ. أرى أن العمق الإسرائيلي سيتعرض لهزة أمنية أو خضة عسكرية كبيرة، وإيران ستكون في قلب الحدث وفي حالة تأهب قصوى. التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد من جهته أن نصف الصواريخ التي أطلقت أصابت هدفها بنجاح، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها إيران هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل. ضربات اعتبرت ردا على استهداف إسرائيل في الفتح من أبريل نيسان الماضي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.